نعم إخواني، أنا يعني من الناس اللي أركز على إظهار الكرة في أغلب فعاليات الوحدات التدريبية، كرة كرتين ثلاثة أربعة، وأخصص قولي هذا لفترة بعد فترة الإحماء. بعد فترة الإحماء مهم أن تعمل تمارين ربط وتشرك بها الركض السريع على سبيل المثال، ركض الرشاق على سبيل المثال، والركض مع القفز، فتكون هناك وضعية لعب كرة ويكون هناك وضعية تنفيذ أداء بدني بدون كرة، يكون ممتاز. هاي التمارين لا تلغي بالضبط تدريب اللياقة البدنية بعد فترة الإحماء بدون كرات، بالعكس أنا أقول دائما عشان واحد يثبت مبادئه، تدريب اللياقة البدنية بدون كرات تدريب مهم وبالأولوية، بالأولوية عشان تشحن أنظمة الطاقة عندك وفق معايير ومقاييس مثبتة وشرعية، انتهى الأمر. لكن عندما نأتي بالكرة ونفعل ما نفعل في ما يعرف بتدريبات الإيقاعية المدمجة، تدريبات الربط، يكون فيه تنفيذ للأداء المهاري وقبله أو بعده أداء بدني ممتاز. فنكون دربنا لياقة بدنية، يكون دربنا ما يعرف الباسنج روتين، الدربلينج روتين، تيرنينج روتين، كلها يدخل ضمن هذه المفاهيم التدريبية اللي يسموها الفيزيكال تكنيكال دريل، أو اللي سميناها إحنا الإيقاعية المدمجة. فمثلا أنا جاي هنا اليوم معسكر تدريبي وأمس دربت لياقة بدنية بدون كرة، أجي اليوم بعد الإحماء أدرب لياقة بدنية مع الكرة، وأنا الصبح جاي واللاعبين عندهم فريش مصلز، قلت وقول واحد سوي دحرجة 20 ياردة ويمرر إلى اثنين ثم ينطلق سريعا خلف اثنين بالتقاطع، يعني هذا الواحد يروح خلف اثنين المجموعة مو خلف اثنين الذين لعب لهم، لا شوف هذا لعب هنا وانطلق أسرع ما يمكن 20 إلى 25 يارد، إحنا نفس الشيء، هذا لعب للقريبة وانتقل خلف البعيدة، يكون اثنين اثنين بالتاتش واحد يلعب إلى ثلاثة وينتقل خلف مجموعة ثلاثة سريع، نفس الشيء هذا يلعب إلى ثلاثة ينتقل خلف مجموعة ثلاثة سريع، يكون ثلاثة يحاول يلعب بالتاتش الواحد إلى رقم واحد اللي ينتظر ويروح بالركض السريع خلفه. دورنا اللاعبين دربوا زين وأخذوا حصة تدريبية زينة فيزيكال تكنيكال درايل، وخلصنا تقريبا ويا الإحماء يعني ربع الفعاليات التدريبية للوحدة التدريبية، تبقى ثلاث أربعة وانت عليك أن تشتغل على مجموعة بالألعاب المصغرة، مثلا تلعب 8 ضد 8 بهاي المنطقة 40 في 60، قسم دولة إلى قسمين بلونين مختلفين، أما تلعب وتنطيهم لعب حر، ثم الربع الثالث يكون تدريب على التكتيك، ثم الربع الرابع يكون تدريب اللعب في مساحات واسعة لارج اريا، يعني بين منطقتين جزاء ساحة كلها ثلاثة أرباع ساحة، وفي كل وحدة أو ربع من هاي الأربع مع الوحدة التدريبية أكو أهداف يحققها المدرب، ما يضعها فقط اليوم نقسم الوحدة التدريبية إلى إحماء بدني فني، كل شيء يهدف إلى شيء ما. ممكن أن تجعل هذا ما يعرف بالروتين التدريبي لك، يعني يوم بدني بدون كرة يوم مع الكرات يكون جيد حسب رأيي، طبعا أنتم رأيكم هو السائد والأحسن، لكن أنا توصيتي بالفترات التحضيرية بعد 5 أيام من الإعداد بدون كرة ادخل بالكرات، مسؤوليتك عليك. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية كما أني دائما أريد أن أقول، صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين إن شاء الله، في أمان الله.